برعاية كريمة من سمو الشيخ خالد بن حمد ال خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية اختتمت بطولة أقوى رجل 2024 تحت شعار خلك وحش وبهذه المناسبة أشاد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة بنجاح النسخة السابعة من بطولة أقوى رجل 2024 وما شهدته من قوة وتنافس مثير في مختلف المسابقات والأوزان لتعكس مدى الحماس والشغف الذي يمتلكه اللاعبون في تطوير قدراتهم من أجل المشاركة وهو ما يؤكد نجاحها من عام لآخر أضاف سموه أننا حريصون دوما على دعم تنظيم مختلف البطولات الرياضية التي تعزز من دور المملكة كدولة رائدة في مجال الرياضة وتشجع الشباب البحريني للمشاركة التي تمنحه فرصة إطلاق طاقاته وقدراته ومواهبه وتكوين جيل يتحلى بالقوة والعزيمة والإصرار ويكون قادرا على المشاركة الفاعلة في العملية التنموية الشاملة لا سيما على مستوى قطاع الشباب والرياضة وتعزيز ثقافة الرياضة في المجتمع كأداة حقيقية لنمط حياة صحيح. حي خالية من الأمراض هنأ سموه جميع الفائزين بالمراكز الأولى في بطولة أقوى رجل وتمنى حظا أوفر للبقية مشيرا سموه إلى أن تصاعد مستويات المشاركين وبروز أبطال جدد يؤكد تحقيق البطولة لأهدافها في تحفيز اللاعبين على الاهتمام بالتدريبات وتطوير قدراتهم والأهم التشجيع على ممارسة الرياضة وهو الهدف الأسمى من ورائها لننعم بجيل رياضي قادر على تحقيق التنمية بكافة مجالات المجتمع وأشاد سموه بكفاءة الداعمين والرعاة من الجهات الحكومية الخاصة واللجان العاملة والكوادر المنظمة والذين كان لهم أبلغ الأثر في تحقيق هذا النجاح متمنيا سموه للجميع التوفيق في النسخة القادمة من البطولة. شهد حفل الختام حضور سمو الشيخ سلمان بن محمد الخليفة نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة وسعادة الدكتور عبد الرحمن صادق عسكر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة وسعادة السيد فارس مصطفى الكوهجي الأمين العام للجنة الأولمبية البحرينية وعدد من كبار الحضور والمدعوين وتوج كل من سعادة السيد عبد الرحمن العسكر وسعادة السيد فارس مصطفى الكوهجي أصحاب المراكز الأولى في كل فئة حيث أسفرت النتائج النهائية في مسابقة أقوى رجل خليجي الوزن الثقيل عن فوز اللاعب حسين علي جمعة بالمركز الأول وفوز كريستوفر أوكيتش بالمركز الثاني وفوز اللاعب عماد حسن القفاص بالمركز الثالث اما اسفرت نتائج اقوى رجل بحريني الوزن المتوسط عن فوز اللاعب عيسى عارف رجدان بالمركز الاول وجاء اللاعب دعيج علي محمد علي في المركز الثاني بينما حصد اللاعب عبد الله محمد الموسى المركز الثالث وأسفرت نتائج منافسات اقوى رجل بحريني في الوزن الخفيف عن فوز اللاعب سمير محمد ابو بكر بالمركز الاول وجاء اللاعب السيد شبر عبدالله في المركز الثاني وجاء اللاعب خالد عبد الظفيري في المركز الثالث